وعقب اجتماع مجلس الوزراء تم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم، وذلك بشأن وضع الضوابط التنفيذية للجنة المشكلة من قبل المجلس لإجراء تحليل مخدرات لسائقي حافلات المدارس، وذلك بهدف منع المتعاطين من القيادة حفاظا على أرواح الطلاب خاصة بعد حادث البحيرة. وضعنا خطة ممولة من صندوق الإدمان ومنع التعاطي التابع لوزارة التضامن بأنه يتعاون فيها الأربع وزارات، في كمائن وزارة الداخلية هيكون في أطباء من وزارة الصحة، هيكون في كاشفات للتحليل على السائقين، هيكون في تعاون مع وزارة التعليم لأنها هتدينا جداول الأتوبيسات ومواعيدهم والطرق اللي بيسير فيها بحيث يتم التحليل لجميع سائقي أتوبيسات المدارس لمنع التعاطي، ظاهرة التعاطي بين السائقين. أيضا هيكون في حملة توعية هيقوم بيها صندوق الإدمان ومنع التعاطي، هيكون في علاج مجاني لأي سائق يثبت تعاطيه، وأي سائق يتقدم من خلال الخط الساخن لصندوق الإدمان للحد من ظاهرة تعاطي المخدرات.